النهارده عملت طاجن اللحمه بالعجينه من فوق، بس اللحمه لحمه راس، اول مره بقى اكلها، فقلت اجربها بالطريقه دي، الطريقه اللي انا عملتها قبل كده، بس عملت عليها عجينه جدي من فوق. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسونيش في المشاهده والمتابعه في قناه ماما سوسو، ويلا بينا نشاهد الفيديو سوا ونشوف الطريقه ونقول بسم الله. صباح الخير على احلى متابعين واحلى عيله واحلى ناس، ربنا يخليكم ليا وعلى مشاهدتكم ومتابعتكم ليا. عايزه اقول لكم ان انا النهارده هعمل طاجن لحمه، انا عملته قبل كده بس انا هعمله في اختلاف شويه. الاول هنا مبدئيا نسمي الله، انا هنا قطع بصل كتير بتساوي اللحمه، لو هي كيلو يبقى كيلو، بس انا برضو مش بحط الكيلو ياما لان انا هنا ما بيحبوش البصل كتير. ولازم تكرمليه تعمليه ازاي، حطي عليه سكر وسيبيه. خلاص نبدا هنا بقى نحط اللحمه، انا مسيحه سمنه وزيت ونسمي الله. اللحمه دي لحمه راس، لحمه راس مطلوبه مني النهارده، عايزين ياكلوها يدوقوها، فانا ما جبتش منها كتير، انا جبت بس نص، بس انا عندي لحمه شمبري عاديه، فانا هعملها يعني هنا يعتبر كيلو لحمه. نسمي برضو الله ونصلي على سيدنا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. ننزل اللحمه الاول، بسم الله ما انا جايبه دي عن فاضي، بعمل بايدي برضو اللحمه اللي. نزلها كلها اهو، نقلبها. وطبعا هي ما المره دي بقى مش هحط لها ميه، هحط لها شوربه. والبهارات هنا كالعاده ملح، فلفل اسود، جوز الطيب، لازم جوز الطيب، كزبره، سبع بهارات، بابريكا. خلاص كده يبقى 1 2 3 4 5 6 7 بالملح 7. خلاص هنا، وهنا الثوم، الثوم بقى شوية كده واحطه قبل البصل، هي بتعتمد على البصل الحقيقة، لا هي بتتعصر لها طماطم ولا اي حاجة، هي بتتعمل كده. بس المرة دي هتشوفوني هعملها مختلفة خالص عن المرة التانية، بس هتابعوا للفيديو للاخر عشان مفيش حاجة تفوتكم. خلاص كده نقلب بقى، هقفل دلوقتي قبل ما ايه عشان الفيديو ما يطولش. هنا كده خلاص قلبتها، هوطي النار عليها واسيبها تتغطى، غطى ده صغير هجيب اللي اكبر، سيبها تتغطى لحد ما تنزل السكر بتاعها الكراميل بتاعها يعني، ووريكم بقى خطوات خطوات ان شاء الله. خلاص هجيب الغطا واغطيها واسيبها شويه. بصوا يا جماعه انا بعتمد على تسويتها، الميه بتاعتها هي اللي بتسويها. خلاص حطيت انا التومه، حطيت التومه هنا، هنزل البصل اللي هو عليه سكر عشان يتكرمل على طول. بسم الله، ريحه التومه بتبقى حلوه جدا مع البيض. البهارات بقى هحطها في الاخر شويه يعني شويه كده، برضو هغطيه شويه، مش هحط اي حاجه دلوقتي خالص الا لما البصله تتظبط تنزل سكرها. خلاص واغطي عليها ووطي النار برضو عليها بقى حبيبي. اول ما البصل بدأ اهو يدبل ونزل ميته، شوفوا بس نزل ميته، شايفين ينزل الميه. احط البهارات كلها، بسم الله، بالملح، بالفلفل اسود، بالكزبره، بالكاري، بالسبع بهارات،
بالبابريكا، يا رب ما اكونش ناسيه حاجه، ملح فلفل اسود. خلاص كده واطي عليها برضو تاني واسيبها عشان بعد كده ما تنشف ميتها شويه، احطها شوربه واسيبها بقى مع نفسها. خلاص قربت تنشف، هنزل عليها الشوربه. انا بقى المره دي ما حطيتش ملح، قصدي ورق لورو وورق وحبهان عشان في شوربه. خلاص كده ما تحطيش يعني ياما قوي، يعني مش هتغطي اللحم، ومع نفسها بقى تستوي لحد ما تبدا تستوي 80% او 70% عشان تخش الفرن. هنا استوت خلاص كده، وسبت فيها طبعا الصوص بتاعها كتير، سبته عشان ياخد يستوي برضو بيه. هنزله بقى في البرمة كالعادة يعني، خلاص كده حتى واحد كده نشيلها. انا هنا بقى عاملة هنا عجينة، بس هجيب الليفة هنا وامسح مطرح الحتة اللي وقعت. خلاص كده انا عاملة عجينة لها، غطيها بيها في الفرن. كوبايتين دقيق، خميرة، معلقة صغيرة مليانة، ومعلقة سكر، والمية دافية. بس اللي بعمله سبتها تخمر لحد ما استوت ديت كده 50%، فردتها بعمل كده بقى عشان اشيلها احطها عليها اهي كده. بسم الله خلاص كده هقطع الباقي بقى واوريه لكم هعمل فيها ايه بعد ما اشيل الباقي. انا كده زبطتها حلو، وحطيت لبن وشكشكتها وحطيت حب البركة عليها، يعني عملتها بالشوكة كده تنزل بالشوكة كده. خلاص كده دخلها الفرن بقى برجع لكم، بس انا دهنتها برضو لبن كده. قعدت في الفرن بقى وانا نسيتها الحقيقة، لان كنت مولعة الشمعة اللي فوق فعملت الطريقة دي، بس مش مهم بقى عشان الفرن لسه جديد ومش عارفه له اول من اخر. المهم هنبدا نقطع ده بقى. بسم الله كده محرفش، عيش محرفش قبل ما يقع فيه، هندوب حلو يتاكل يعني، عايزه منشار. ايه رايكم بقى في الجمال؟ والله حلو جدا، شايفين مندوق ده كده تمام، حلوه قوي. المهم ان هو جميل جدا، يعني ريحه الاكل حلوه قوي، البهارات بتبقى عامله شغل جاي عالي. ايه رايكم بقى؟ بس ما تعملوش زي ما عملت كده وتسيبوه عشان الفرن. بصوا يا جماعه، بصوا وسايبه فيه صوص عشان هنعمل رز جنبيه. انت بقى عايزه تعملي مكرونه جنبيه، رز، اي حاجه. المهم ايه ولادك بيحبوا ايه، تعملي اللي هم بيعملوه. ادي شوف اللحمه، لحمه جميله حلوه قوي اهي، بتقطع يعني لوز اهي، بتتقطع لوز حلوه قوي قوي. اتمنى يكون عجبكم الفيديو ده، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايكات بتاعتكم الجميله والحلوه بتاعتكم. واقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو، باي باي.